يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في كتابه العبودية: العبادة تتضمن كمال الذل لله عز وجل مع كمال المحبة لله عز وجل. قال رحمه الله: والحب الفاسد، الحب الفاسد لا يمكن أن يزول إلا بالحب لله عز وجل، وهو الحب الصالح. قال: بل كل ما في هذه الدنيا مما يحبه العبد إذا لم يكن حبه له من أجل الله فإنه يكون مذموما. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره.